بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخوة الإيمان، اليوم نتحدث عن صحابي جليل. سبحان الله غير الإسلام مجرى حياته. كان قاطع طريق فأصبح علما من أعلام الإسلام. من هو؟ هو أبو ذر الغفاري. رضي الله عنه وارضاه. تعالوا لنتعرف على ابي ذر رضي الله عنه، هو اسمه جندب ابن جناده، كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول يا جنيدب بالتصغير وكما نقول بالدارجه يتربج بي ولد ابو ذر في قبيله غفار هذه القبيله موجوده بين مكه والمدينه لكن المشكله ان هذه القبيله اشتهرت بالسطو اشتهرت بقطع الطريق على المسافرين على التجار وكانت هذه القبيله تفتك اموال هؤلاء بالقوه وكان ابو ذر احد هؤلاء الذين يقطعون الطريق ومن ما يؤثر عنه أنه كان شجاعاً يقطع الطريق وحده يغير على الناس في بداية الصبح على ظهر فرسه أو على قدميه ثم ينقض على فريسته كانقضاض السبع فيطرق الحي ويأخذ ما يريد ثم ينصرف عائداً دون أن يتجرأ أحد على أن يقف في وجهه سبحانك يا الله. يا مقلب القلوب. صرف قلوبنا على طاعتك. كيف انقلب هذا القلب من قاطع طريق إلى مؤمن بالله، إلى موحد بالله، إلى عاشق لله. كان يقول لا إله إلا الله وكان لا يعبد الأصنام. نأخذ الرواية التي رواها ابن عباس. ماذا يقول؟ كان يحدث ابن عباس عن ابي ذر، كان يقول ابو ذر: كنت رجلا من غفار، فبلغنا ان رجلا قد خرج بمكه يزعم انه نبي، فقلت لاخي انطلق الى هذا الرجل كلمه واتني بخبره، فانطلق الى مكه فلقي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال له أبو ذر ما عندك فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر فقلت له لم تشفني من الخبر لم تعطني خبرا يشفي غليلي أي يأمر بالخير وينهى عن الشر قال فأخذت جرابا وعصا ثم اتجهت إلى مكة. فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال فمر بعلي رضي الله عنه وأرضاه فقال كأن الرجل غريب يعني يتوجه إلى أبي ذر فقال كأن الرجل غريب، قال قلت نعم. قال فانطلق الى المنزل، من عادة العرب ان يكرموا الغريب. فانطلق به قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا اخبره. كان من الادب اخوة الايمان عند العرب ان تكرم الضيف دون ان تسأله عن عن اسمه، عن حاله، عن عشيرته، عن قبيلته. قال فلما اصبحت غدوت إلى المسجد، فغدوت إلى المسجد لا أسأل عنه أحدا، ولم يخبرني أحد بأمره، قال فمرّ بي علي، فقال: أما آن للرجل أن يعرف منزله بعد؟ قال أبو ذر، قلت لا، قال انطلق معي، قال: ما أمرك؟ ما أقدمك هذه البلدة؟ يعني لمَ جئت إلى هذه المدينة إلى مكة؟ قال: قلت إن كتمت عليك، إن كتمت علي أخبرتك، يعني أنا إذا كتمت سري أخبرتك بسبب مجيئي، فقال علي: إني أفعل إن شاء الله، قال: قلت له بلغنا انه قد خرج هاهنا رجل يزعم انه نبي، فارسلت اخي ليكلمه، فرجع ولم يشفني من الخبر، فاردت ان القاه، فقال له: اما انك قد رشدت هذا وجهي اليه فاتبعني، اي انني اريد ان اذهب اليه وانت غايتك ان تعرف امره فاتبعني أدخل حيث أدخل يعني أن تدخل أنت حيث أدخل أنا فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك قمت إلى الحائط كأني أصلح نعلي عند ذلك امضي, أمضي أنت إلى حيث تريد قال فمضى فمضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له قال ابو ذر للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اعرض علي الاسلام قال فعرضه فاسلمت مكاني فقال لي يا ابا ذر اكتم هذا الامر وارجع الى بلدك فاذا بلغك ظهورنا فاقبل فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين اظهرهم فجاء الى المسجد وقريش فيه فقال يا معشر قريش اني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قالوا قوموا الى هذا الصابئ فقاموا فضربت لاموت فادركني العباس فاكب علي اقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار وقلنا اخوه الايمان نحن ان غفار كانت تقطع الطريق قبيله تقوم على السرقه والاجرام والقتل فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار فاقلعوا عني فلما ان اصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالامس فقالوا قوموا الى هذا الصابئ فصنع بي مثل ما صنع بالامس وادركني العباس فاكب علي وقال مثل مقالته بالامس اذا اخوه الايمان دفع ثمنا لمجرد ان دخل هذا الدين لماذا لانه ذاق حلاوته مره طيب ابو ذر فقير كان يعيش على قطع الطريق مره قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله عندما يطمئن الرجل الى مخاطبه يفضي له ما في قلبه فشعر بالراحه والاطمئنان الى هذا الرجل العظيم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله ذهب اصحاب الدثور بالاجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموالهم يتصدقون بها طيب نحن لا نملك مالا ولا نملك ما نتصدق إذا هؤلاء الأغنياء سيكونون أكثر قربا منك وأكثر رضا من الله سبحانه وتعالى إيه ماذا نعمل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبدر ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك، ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك. قال بلى يا سيدي يا رسول الله، قال تكبر الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وتحمده ثلاثا وثلاثين. قال الحارث بن يزيد الحضرمي سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمارة يعني أن يجعله أميرا على بلد فقال له الحبيب المصطفى يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إذا أمانة اخوة الإيمان. ما كان ليولي من هو اقرب إليه نسبًا، أو اقرب إليه منفعة، انها أمانة، ولذلك أبو ذر ماذا يقول؟ اني لاقربكم مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامه وذلك طيب ما هو دليلك يا ابا ذر قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقربكم مني مجلسا يوم القيامه من خرج من الدنيا كهيئته يوم تركته فيها طيب من الذي يدلنا على أنه سيكون أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تعالوا لنرى أهم ملامح شخصية أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قيل لأبي ذر إخوة الإيمان ألا تتخذ أرضا كما اتخذ طلحة والزبير بستان أرض تزرعها تأخذ خيرها فقال وما أصنع بأن أكون أميرة وإنما يكفيني كل يوم شربة من ماء أو لبن وفي الجمعة قفيز من قمح هذا الذي أريده أخبز خبزي وأشرب مائي ولبني وانتهى الموضوع لذلك مرة أخرى ماذا يقول؟ يقول أبو ذر كان قوتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من التمر فلست بزائد عليه حتى ألقى الله تعالى. لذلك أبو هريرة له حديث جميل جدا يرويه عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ما اظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء على ذي لهجه اصدق من ابي ذر من سره ان ينظر الى تواضع عيسى بن مريم فلينظر الى ابي ذر هذا هو ابو ذر اخوه الايمان احديثنا عن ابي ذر يطول إلا أن الوقت قد أدركنا، وإلى أن نلتقي إخوة الإيمان غدا إن كان لنا في العمر بقية. نتحدث عن ماثر أبي ذر، عن حياة أبي ذر، عن صحبة طيبة لأبي ذر مع الحبيب المصطفى إخوة الإيمان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى أن نلتقي غدا إن كان لنا في العمر بقية. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته